ختام حلقتنا اليوم مع فنان تشكيلي اضطر انه يبتعد عن الرسم لاسباب خارجه عن ارادته، وهو يعني لما تاسس صحيا بروائح الاصباغ والالوان اللي يستخدمها قرر انه يعمل اختراع واكتشاف. اليوم حنتعرف عنه اكثر. اكيد راح يكون معنا سالم الكعبي، طبعا هو درس الفن التشكيلي في اسكتلندا ومن بعدها كمل دراسته في تخصص الهندسه الكيميائيه، وبشغف الفنان وروح المهندس قدر انه يبتكر جهاز اللي هو اسمه لوبانيوم. سالم حياك الله واهلا وسهلا، نورنا. حياكم الله جميعا واهلا وسهلا بالجميع، وشكرا على هاي الاستضافه الرائعه في هذا البرنامج الرائع اللي كان حلم طفوله وتحقق اليوم. الله يسعدك يا هلا، انت ما تعرف قديش احنا متشرفين بوجودك، مبتكر زيك وفنان زيك. بس بدايه يعني انا كده شوقت، خلينا نقول للمشاهدين، قلت انه كان عندك حساسيه من الوان الاصباغ ودي الاشياء، وفجاه صار عندك جهاز بابتكارك باسم لوبانيوم، كيف كده؟ طبعا هي مرحله خلينا نقول مش سهله، كانت مده 4 سنوات. بدايتها في سنة 2014 درست الفن في سكوتلند، لما رجعت بشغف الفنان قاعد يجرب مواد بترولية وأصباغ، وشخص مبتدئ صبت بهذا المرض اللي هو التهاب حاد في الجيوب الأنفية، لأني كنت أجلس ساعات طويلة أرسم، يعني الفنان يبي يخلص اللوحة بس. نعم صحيح. ونفس الوقت إحنا عندنا مشكلة كفنانين، ما بنركز على الأشياء الكيميكال اللي فيها. نعم. أنها بعض الأشياء ممكن أنت تستخدمها لكن تستنشقها نفس الوقت، لكن ما تدير نفسك بال عليها. صحيح. فكنت مرضت فمنعني الدكتور من الرسم. فكانت على نهاية 2014 بداية 2015 وكنت في الجامعة. هنا بديت التجارب في البيت، بديت أنه ليش أنا منعت من الفن، من الشيء اللي أنا أحبه، لازم أني أبتكر شيء أو أشوف حل بديل للشيء، للمشكلة اللي أنا أعاني منها. فبديت في البيت، عملت 20 تجربة في البيت، احترقت 4 مرات. لا تعملوها في البيت. لما احترقت ال4 مرات هذه بعدين اشتغلت في المختبر، فكانت مرحلة انتقالية. نعم. مرحلة الانطلاقة الفعلية بالنسبة لي يعني من خلنا نقول مهندس إلى فنان تشكيلي. نعم. إلى مبتكر كانت في سنة 2017. كانت الأول مشاركة لي في مسابقة فولينج وول لاب، جدرة مختبر الجدران المتساقطة، وحصلت على المركز الأول على مستوى سلطنة عمان. بعدها شاركت في ألمانيا وحصلت على المركز السادس، وبعدها كانت انتقالات عديدة على مستوى العالم. ممتاز. طيب سالم، احنا يعني خلينا اليوم ما شاء الله انت عندك ابتكارات وجوائز كثيرة ومسيرتك غنية، لكن اليوم خلينا احنا نتكلم عن هذا الجهاز وكيف احنا نقدر نستفيد من عنده، وكيف اي شخص يعاني من حساسيه معينه تجاه الاصباغ انه هذا الجهاز يساعده بالوان طبيعيه، او عفوا ماده ممكن هو يضيف عليها الوان من خلال اللبان العماني او اي لبان يعني. فايش رايك نروح نشوف الجهاز؟ طيب نشتغل عملي ان شاء الله. تجين معنا استاذه ولا الابره بعدها متعبتك؟ لا روح عندي. قومي قومي انا اقوم. قومي تعال. لا تدلعين ها. طيب سالم، هذا الجهاز خلينا نتعرف مع المشاهدين عليه. طبعا هذا الجهاز عبارة عن خلنا نقول لك مصنع مصغر في هذا الجهاز. يشتغل هذا الجهاز بضغطة زر واحدة. ميزة هذا الجهاز إيكو فرندلي ماشين، يعني هذا جهاز صديق للبيئة، خالي من المواد السامة. دائما في مصانع الأصباغ فيها غازات متطايرة والكربون زايد، فقلت بما أنه منتجي طبيعي لازم يكون الجهاز صديق للبيئة. الله. فكل اللي في هذا الجهاز طبعا كله يشتغل اوتوميشن اوتوماتيكلي بضغطة زر واحدة بس. هذا الجهاز بشكل عام تحط اللبان العماني، وانا اقول انه هذا اللبان، هذا نوع من انواع اللبان، نوع من انواع اللبان يسمى الشعبي، ارخص نوع في موجود عندنا في السلطنه. أوكي. واللي عملت اللبان عليه اللبان اللي هو العلكه، عشان في كثير ناس ما ايوه هو علكه ويستخدم بخور. أوكي. هو البخور العماني والعلك نفس الوقت، فهذا النوع اللي يسمى الشعبي. الشعبي. فهذا الجهاز ميزه هذا الجهاز اول شيء كله اللي فيه سيفتي، بيشتغل بضغطة زر واحدة بينتج لي 150 ملي في غضون ساعة واحدة. بيسوي كل البروسيس، ينتج المادة الخام، بينتج المادة اللي ممكن تستخدمها. طيب احنا راح نتكلم عن القسم الثاني، ولكن خلينا نشغل
خلينا نشغل. طيب الحين هذا الجهاز طبعا هنا بيبين لي عده اشياء، وفي الستارت لما تضغط ستارت على طول الحين اللبان راح يدخل داخل. طبعا هو حجمه كبير ما يقدر يدخل اللبان داخل، فيطلع الفاينل برودكت في هذا المكان. فهذه فكره. طيب خلينا نشوف الفاينل النتيجه النهائيه وكيف انه نستخدمها، كيف يضيف عليها اللون. احنا الان نقول هذه الماده الخام. طبعا هذه الماده الخام، هذه ايضا تساعد للصداع اذا تبين. لا اسف. طيب ممكن تشم ريحه اللبان والمنتج. تحس انه في امان. تحس انه المنتج بالفعل صح. ترتاح وانت قاعد ترسم. طيب كيف نضيف عليه اللون هذا؟ هذا ما راح تضيف عليه لون. ماده الفارنش تستخدم البولشنج الاخير للعمل. أيوة. هذه هذه الماده اللي عاده تكون شفافه ويستخدموها الفنانين. هذه الماده 100% طبيعيه، خالية من مواد السامة، نون توكسيك، غير قابلة للتبخر، ونون فولتاي، وغير قابلة للاشتعال، وأيضا متعددة الاستخدام. يعني ما شاء الله اشتغلت عليها سنين عشان تطلع بهذا، يعني يحق لك تاخذ كل هذه الجوائز. الحمد لله. يعني الحمد لله. ايش أكثر جائزة من كل هذولا أنت تحس إنه يس هذه هي حقتي؟ وطبعا كل جائزة لها قصة. أكيد. بس أكثر 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 جائزة كذا أثرت فيك. الجائزة الأخيرة اللي كانت مشاركتي الأخيرة في معرض بولند، حصلت على 5 جوائز ما شاء الله، منهن أوسكار المعرض، وسام الفخري للجمعية الأرمينية، حصلت على الميدالية الذهبية للمعرض، ما شاء الله عليك. الثالث. والله احنا فخورين بيك وفخورين بأهل سلطنة عمان، نقول لهم من جد باش مهندس ومبتكر وفنان. شكرا. الله يوفقك. طيب هذا البرودكت وين موجود بالأسواق حاليا ولا؟ حاليا ما حصلت لمستثمرين، وقاعد ابحث عن مستثمرين، وان شاء الله اتمنى اني انشئ مصنع صديق للبيئة ومنتج صديق للبيئة، لانه ما في دول عربية حاليا تبيع الارت ماتيريال، كلها تجينا من اوروبا ومن برا. والله شكرا لك يا سالم. العفو.